طب فيلمك بقى المفضل لكل حد فيهم، او ايه اللي بتحبه اكتر حاجه ليهم؟ بحب وانس ابون ا تايم ان امريكا لدينيرو، وجاد فاذر لالباتشينو، ليون لجون رينو، ميد يو بلاك لبراد بيت. وفي فيلمه كده، الفيلم اللي قبل الاخير بتاع ليوناردو كابريو، بلاد دايموند. سوري قولي بلاد دايموند، لا مش بلاد دايموند، جاتس باي، ذا جريت جاتسبي. ايوه لا انا بحبه جدا، الفيلم ده عظيم. وعايز اقول لك ما نجحش جماهيريا، مش قوي، بس انا بحب المزيكا وبحب الكوست بتاعه. ما نجحش جماهيريا. انت ايه علاقتك عامه بالسوشيال ميديا؟ لا علاقه طيبه الحمد لله. لا بجد والله علاقه طيبه. يعني بتدخل انستغرام بتحط بوست وكده؟ انا راجل يعني في حالي في السوشيال ميديا، لان انا راجل دمي حر، ما ينفعش يعني الكلام الحلو بيرفع معنوياتي، لكن لو حد قال دخل شتمني او شتم مراتي اللي هي المذيعه او شتم عيالي، انا دمي حر، انا ممكن اروح بيت احمد. بترد ساعات على الانستغرام؟ برد بادب، وفي ناس رحت لهم بيوتهم